الاقتصاديه 019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 يقول اي مؤسسه اقتصاديه سواء كانت خاصه او عامه ملزمه بايداع عروض العمل تاعها لدى مصالح الوكاله المحليه المختصه اقليميا سواء كانت وكاله محليه او وكاله ولائيه او شيء بعد الاجاب نحن تقنيات قبل كانت هذه المؤسسات حق في غياب الشبكية ونظام معلوماتي ومعالجة يدوية عندنا ندير فيش على مود الدكتور وندير باسبورات عندنا السيستم تراديشنال عندنا واحد الكلاسيون بارك روم ميدي عامل المانسون عامل لي كوفلور عامل لي فرايور يخدم بسهولة لاجون تروح له فيش دوموند دو بروموا الشيك رامي ويطلق السيستم يخدم ولي دوموند دو بروموا عندهم برولونغاسيون تاع لاكارت تاعهم كانت فيها بروموا ويجي دارت صالح المدير العام هي تضاف اكثر مرونه على الشغل عوضت تجديد العقد تجديد البطاقه من ترانزور تسمى باش تقدر تشوف على حالك ويقدر يكونسيلتي من الدار تاعو ليزوف دوبلومون دخلت ويجي لاجونس كاين ليزوف دوبلومون اللي راه تعالج تاع فيشه وتقدر معاهم كون فيه كاين ريزو سوسيال فيسبوك زعما اللي راه بارتاجي ناسيونال اي عام العمل في الوكالات المحليه ملزمين بتعليمات المدير العام انه ما فور فور ما يعالج عرض العمل شوف هيز لوفر دون بروا هيز لان هيز تكنيكال براكسي هنا وين لاجونس ويافيشيها في السيستم اللي افيشي تاع ميدير كونترول ما منش طوال نقدر نطلع في اي وقت نشوف الوكالات تاعي سته عام الضرائب الولايه وشوف العروض العمل اللي سجلوها واش شي حد داروها حتى في احد الورود يعني طعن سواء انت عند ريباسيون ديكوت سواء بار تيليفون ولا بار باكس ولا كيف بلا ما نعيط للوكالة ندخل ندخل للسيستم نحط له كونت دوموند دو بروا نشوف اسك صح عنده لي كونديسيون دو بوست رابروشا ولا لا اسك تحرم ولا لا في الجو كونت دوموند دو بروا هاي لا باش تاع الفوكس نشوف الزافيش هذه كرية تاع الأونلاين أي هذا بزاف لي أنا ورشات تكوينية اللي مثلا وكالة عندنا من المستشارين يقوموا بعملية تعطير تنظير العمل حول تقنيات البحث عن العمل حول سوق الشغل ونديروا البارتاج تاعها كونفرتي تاع لاجونس درناها في شاشة تاعها بس هم لو بد فيها لادريس فيها لاوتلوك تاعها اتصال أكثر مع مثلا هذه الأبليكاسيون هذا هو ريزو هذه الابليكاسيون اللي نهضروا عليها من ناحيه البورتابل افيشيناها ضمن البليك باش دوموند دو نشوفها قال كاينه تاع الموناجونس يقدر يدخل بها يتيليشارجيها بالبلاي ستور يتيليشارجيها يحط الادريس تاعو يعرف المكان اللي قريب عليه ومن بعد يشوف لي زوفر دو برو اللي كاينين ويشوف حتى لي فيش نام لي ميتيين اللي دراهم اكزيستي ودراهم معتمدين يعني في الوكاله الشيء اللي موجود داخل الوكاله موجود عن عبر الوكاله هذه شفافيه مع الخارج هذه شفافيه مع الداخل عملي يعني شوف باريزون هذا يشوف استثمار السيد الامين العام اليوم الاعلامي اللي درناه من رعايه السيد ولي الولايه الاستثمار والمقاولات ديالك حضور شركاء وحضور وكلاء ونبعثوا حنا راسي دي كومونيكاسيون من سنترال اللي بيبلي في السيستم دو عمليه دو تنفور بزاف وين تقول ريزو ناسيونال كامل يعني كانوا في الولايه يشوفوا من السوق خلاص حضروا في التشارك معاهم هذا الدار هنا جميع هم الوكاله عندنا 5000 عامل المديريه العامه عبر الشبكه تاعها كامل يقرروا بلي كاين تظاهرات ولا بلي انا من باب التحفيز تظاهرات داخليه الاعلاميه بالتحسيس سواء وعندنا هنايا لاجونس دو موا هنا شاك شاك كونكور كل على حساب الريجيم كل شهر تبرز وكان من خلال اكتيفيتي عادي قال لي وين تقرا في دبي ما راهي دبي النابا كذا لازم هذا موتيفاسيون انتر C'est le droit national. Je suis la convention nationale, la convention internationale. Les conventions publiques, les modèles, les documents, que ce soit en sortie ou là, c'est les documents. Les documents, les باش يتحول المدير التشغيل يكون عامل مضمون طرف جميع الوكالات المحليه وتبعث الاجال تاعو
وهذا لو كان دو بوينتاج قدام يترون بلا كاين دي فيزيت يخرجوا لهم ديبونسي فوا يخرجوا فيزيت اوكيني دو كونترول شنو حاجه اللي خمس سواء عند ادارات حكوميه او حتى عند الخواص غير الضمان الحضور الفعلي نتاع البينيفيسيار دي اي بي باش ما يديش الاجر كوم امبوس انه عقد عامل نحن نضمنوا وحتى فيها مراقبه حتى المستخدمين قال انت مع عقد مع انجينير ولا انفورماتيك لازم يكون البلاسمون تاعو لو زامبوس تاعو يكون يتماشى مع المؤهلات تاع الطوريج انا ليسونسي حطوا لي حارس اذا لقيت فيها تجاوز فيها حتى عمليه متابعه حتى المؤسسات حتى المصالح المرتبطه تاع الشيء العمل باش يعاود يتوجه كل طالب عمل حسب التحليل تاعو حسب المستوى تاعو ومكان العمل تاعو الحقيقي اللي تنضبط عليه سوق العمل مع المصلحه ديال التشغيل هذه هي متابعة سيرورة جهاز المساعد المهني. الجهاز هذا من الاقتراح نتاعو يومنا هذا عندنا 7796 طالب عمل في إطار جهاز المساعد المهني، منها 797 في إطار عقود العمل المدعمة اللي هي عندها مساهمة الدولة وعندها مساهمة المؤسسة المستخدمة في الأجر. عندنا اشتراكات تاعها تاع المستخدمين في الجهاز تدفع من طرف الميزانية المؤسسة المستخدمة. الحمد لله هذا الجهاز قبل 2012 دونك الجهاز يمشي بوتيره يعني مقبوله جدا ما فيهاش تحيلات في اطار الجهاز موجود قبل دونك حتى قبل الاستفاده من الجهاز كاين عمليه مراقبه عند بورطي بالنسبه للفان وعندنا مراقبه عند بورطي تاع المستر يعني ما كاش واحد الا في حالات استثنائيه جدا تلقى واحد عنده ماستر يخرج الجامعه والجامعه عندها ديكلاراسيون حنا عندنا دونك الكونترول ديال لي كونترول مع الجامعه ومع بعض الهيئات الخارجيه قبل ما نمشي نعطيه الكونترا تاعو باش نديفا ليا حدا غير مراقبه داخليه بحيث نقول لهم في الجامعه قال لك لي اذكر هنا دراسه تاع ما بعد التخرج تاع الماستر ولا الدكتوراه ولا الماجستير اذا ثبت بلي كاين من الجهاز ممنوع من الاحراز على طالب العمل انه يشتغل اي وظيفه اخرى او يساوي الدراسه الا بعد الا المنصب الحقيقي اذا كان عنده نيه تاعو يكمل دراسه يسحب منه العقد يروح يكمل الدراسه تاعو بعد ما يكمل الدراسه هنا عنده اللي عاد يخير بين العقد تاعو وبين الدراسه هذه مجموعه من الدراسه تاع البرامج المسيره قلنا المصلحه